بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة الأهلي في كل مكان، إيهاب حسنين يحييكم ويسعدني أن أنقل إليكم المباراة الرابعة في طبعا المجموعة الأولى، مجموعة النادي الأهلي، بين فريقي النادي الأهلي ونادي ريدسكينز بطل لسوتو. نادي الأهلي طبعا فاز في كافة مبارياته، طبعا فاز على نيمو ستار 3-0، والشرطة الأفواري 3-0، والسجون أكيني 3-0، وإن شاء الله النهاردة يفوز على في المباراة الرابعة. وفريق ريدسكين بطل لسوتو اتغلب في الثلاث مباريات، سجون أكيني 0-3 ونيمو ستار 0-3 وإسبو الكونغو بولي 0-3. يعني إن شاء الله كده المباراة هتبقى كده، نتمنى تكون وان سايد جيم ونستمتع جميعا بالمباراة. ونشوف طبعا هنا في صالة الأمير عبد الله الفيصل طبعا، وصالة النادي الأهلي طبعا، نادي القرن، ونقول صاحب الإنجازات في استضافة كل البطولات طبعا، بتنجح بنسبة كبيرة جدا. شكر خاص لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ورئاسة كابتن محمود الخطيب، نتمنى طبعا له الشفاء، وأيضا للجنة المنظمة بقيادة عضو مجلس إدارة الأستاذ محمد الضماطي. لغاية دلوقتي الأمور ناجحة في هذا التنظيم، نقول بدليل أن كان هناك أكثر من فريق كان عايز يجي في هذه البطولة، لكن للأسف نظرا للائحة الاتحاد الأفريقي المفروض 24 فريق فقط يشاركوا في البطولة الإفريقية. تقدم 32 ووصل 26 فريقين مش هيقدروا يلعبوا، فاحتكموا لمن هو خلص أوراقه أو وصل، فبالتالي بقى 24 فريق موجودين حاليا. وتبدأ المباراة على ايدينا اليمين، نادي ريدسكين بطل لسوتو، وأول نقطة وادي دولا قدامنا. هو هنشوف بقى النجوم، هنشوف دولا وهنشوف أحمد سعيد وهنشوف نجوم الأهلي، وادي قدامنا هو على الإرسال حسام يوسف صانع الألعاب، ونشوف طبعا نجوم كابتن محمد مصلحي المدير الفني، وتامر مجدي ومحمود جمعة ومحمد زكريا والإخصائي هيثم عاطف ومحمد أحمال عبد المجيد والمدلك عبد الرحمن مكي والإداري خالد أبو زين المدير الإداري وإداري أيمن علي والطبيب محمد شوكت. دول وادي قدامنا النجم عبد الله عبد اللطيف عثمان، وادي الارسال واثنين لشيء للاهلي، وادي رفعه من صانع الالعاب لبوا، وادي هنا خلفيه ودولا حلوه يا دولا من اولها كده. حسام يوسف بيلعب خلفيه وعادل بيخلص الكوره، محمد عادل يجيب النقطه على طول. منين؟ من مركز اثنين فوق حط سائط الصد بنقطه، 3-0. والارسال مع عبد الحليم عبو، وادي لسه 4-12 الارسال مع حسام يوسف، لسه الكره الارسال معاه 4 ارسالات. يلا وان شاء الله الخامس، ان شاء الله الخامس. يلا استقبال ورفع مايكل ورفعه، وهنا بقى خلفيه نفس لكن عكس الناحيه الثانيه، المركز 4 المرة دي، مرة مركز 2 ومركز 4 المرة دي، بيخلصها بقى أحمد سعيد. أحمد سعيد طاير من مركز 4، وكان اللعبة اللي فاتت قبليها محمد عادل من مركز 2، وهنا بقى المايسترو صانع الألعاب حسام يوسف. حسام يوسف وخمسة الأهلي، ريدسكين لا شيء، وأدي إرسال قوي، الكورة لسه في ملعب ريدسكين، وحائط صد حلو بين عادل وعبد اللطيف عثمان، قفلوا الشبكة صح. برافو يا عادل، محمد عادل ده طبعا نقول طوله 200 او 2 متر 11، ما شاء الله عادل مقفل الشبكه صح هو وجابه عبد اللطيف 2 متر 1 عبد اللطيف عثمان. ويلا يا حسام، يا سلام عليك يا حسام على ارسالاتك القويه، وستة لا شيء، وادي 7 لا شيء، وما شاء الله مش عايزين يعني نقول حاجه غير ابطال النادي الأهلي 7 وريدسكين لسوتو لا شيء.
والارسال ان شاء الله الثامن وبنقطه ان شاء الله. يا سلام على الارسال القوي، كوره لا تصد ولا ترد وتروح خارج الملعب. حلوه حلوه حسام، يعني بصراحه حسام ريح الفرقه، مسك ارسال 8 ارسالات على التوالي بثمان نقاط، قدر يعمل شغل جميل جميل جميل. برافو يا حسام. حسام طبعا صانع العاب النادي الاهلي. شوف الارسال قوه، تخيلوا بقى حضراتكم لما يكون اللاعب صانع الالعاب بيلعب ارسال قوي، بيقدر يرفع ويكون عنده يعني طول زي حسام، طوله 2 متر 3، فلاعب متكامل دلوقتي. الاطوال اعزائي المشاهدين بيبقى ليها دور كبير جدا بالنسبه للكره الطائره. حسام ادي 8 لا شيء، وعلى طول كده اول اعتقد يعني اكبر نتيجه لغايه دلوقتي في اي شوط في هذه البطوله. وشاف المقصوره طبعا دكتور عمرو علواني موجود، وجنبيه المدير الاداري خالد ابو زينه، ده اللي انا شايفه كده من بعيد. لكن ان شاء الله طبعا الجماهير هي بدات يعني تتوافد، وفي صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. وادي طبعا ادي الحكم موجود وبيبص على البوزيشن، وادي يلا بقى يا حسام احنا كده شكلنا مش هنقول ان شاء الله غير حسام 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 لغايه لما تخلص. هنشوف بسم الله حسام يوسف 12 رقم 12، وادي ارسال بالرادي اهدى شويه لكن استقبال ضعيف. يلا بقى مين يخلص هنا؟ ادي الاستقبال الحلو، هوبا 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 هوبا، خلصت التاسع. هو ده اللي احنا عايزينه ما شاء الله. الابطال النادي الاهلي بيخلصوا، وادي هنا بقى المره دي بيقول لهم يوسف حمدي الصافي انا موجود. يا سلام فين يوسف، وطبعا الوالد هذا الشبل من ذاك الاسد حمدي الصافي، اكتر من 19 سنه احسن لاعب في افريقيا. اوبا يا سلام، لا ايه الارسالات الجامده دي، ايه الارسالات الجامده. اضمن بقى اضمن بقى اضمن بقى، يا سلام عليك يا عادل، عادل محمد عادل، برافو والله. ابطال 10 لا شيء. طبعا على فكره لسه هتبقى في يعني نقول كده الاهلي ان شاء الله يعني ضمن ان هو يوصل الدور الثمانيه ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي والانديه الاربعه، انديه الاهلي الجيش سموحه الطيران، اللي طبعا هقول لحضراتكم ان شاء الله في اي توقف كده هقول كل فريق من الفرق المصريه عملت ايه في مشوارها. الجيش لعب 4 مباريات كسبهم، لعب مع كامبالا من اوغندا 3 شيء، بورد كاميروني 3 لا شيء، اولمبيك ميلي الجزائري 3 لا شيء، وقبل هذه المباراه مع ولايه ديتشا الاثيوبي 3 لا شيء. ده الجيش لسه بقى نرجع الباقي هنقول لحضراتكم بس بعد ما ايه نتفرج على حسام. يلا يا حسام الارسال العاشر ودلوقتي ال 11 كمان، بسم الله برافو يا حسام، ارسال قوي استقبال ضعيف ترجع. يلا مين حق صد بقى، حق صد هو كده يعني ارسال يظبط، وهنا حائط الصد بقى وتيفه عبد اللطيف عثمان يخلص حائط الصد والنقطه الرقم 11. برافو يا عبد اللطيف، شوف حلو قوي مقفل اللاعب عبد اللطيف، طالع ارسال وضامم ايده ناحيه ملعب ريدسكين عشان الكره لما تيجي فيه ترتد على طول على ملعب الخصم. وفعلا سلام هنا بدا اهو استقبال، وادي دفاع حلو تريح. يلا يلا بره بره 12 لا شيء. انا اعتقد كده ان حسام لو كمل يعني هي يعتبر اكتر لاعب حصل على نقاط في ارسال على ما اعتقد في مدار الدورات الافريقيه، بس يكمل بقى كمان يجيب ال 13، نطبع كمان نقطه كمان. يلا 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 حلو، شكرا على كده. خارج الملعب خارج الملعب، لا مش عايزين بقى كده، لا ليه كده يا لا هو قال ايه يا حكم بره كره باينه بره 13. حلوه يا لا خساره زعلونا نقطه كده، معلش هارد لك يا حسام. حسام جاب 12 نقطه في بطوله افريقيا، والله الكره دي يعني مش عايزين نتكلم بس خلاص مفيش اعتراض على الحكم اهو يا سيدي، ما كانت من الاول بقى كنا حسبناها ليها، وكان حسام خد سكور ويجيب 13 14 نقطه كده على الارسال. ولا همك طبعا صانع الالعاب حسام يوسف، برافو حسام. خش بقى هنا بقى ارسال مع مين دلوقتي، ادي استقبال عايز يخش كره ثانيه لكن مين معاك؟ طيفه
عبد اللطيف وكوره هتبقى سهله. يلا هنا رفع من فيل وخارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب. يلا ابو حميد بقى، احمد سعيد يلعب الارسال كمان. هنا على فكره الارسال بتاع الاستقبال بتاعهم ضعيف، وادي حسام يوسف جاب 12 ارسال متواصل، 12 نقطه، برافو. نفتكر 30 مارس النقطة من بداية الشوط الأول، حسام يوسف جاب 12 نقطة على التوالي. أعتقد التاريخ والنقاط ده هيكون سكور في بطولات أفريقيا. أهو بقول لحضراتكم من قناة النادي الأهلي. 14-2 14-2 و طبعا اكيد زملائنا هيجيبوا لنا الاحصائيات. اعتقد ان مفيش حد جاب 12 نقطه على التوالي. ادي استقبال ورفعه وشوطه. هو على فكره السنه دي طبعا حضراتكم عارفين ان منتخب في طبعا منتخب مصر لذوي الاعاقه كان جايب في دوره برونزيه ريو دي جانيرو، ففي لاعب اسمه محمد السيد والمشير بالليمبي ده من نادي كان جاب 25 نقطه على التوالي في الارسالات، بس ده في مجال ذوي الاعاقه. فطبعا يعني دي يعني شيء كده معلومه كده تتقال. انا عارف طبعا جماهير النادي الاهلي بيحبوا الاحصائيات، وطبعا متابعي قناه الاهلي بيحبوا الاحصائيات، فلازم يديهم الجديد. فدي حاجه نعم هي بعيده شويه، لكن في مجال الكره الطائره، لكن لذوي الاعاقه. 16-2 طبعا الوقت المستقطع الفني الثاني. انا قلت لحضراتكم هقول طبعا افرح، طبعا فرحانين، الناس فرحانه والجماهير فرحانه والنادي الاهلي بيسعد كافه هذه الجماهير. انا جاي بتبسط، جاي اتفرج، فعايز اتبسط من جماهيري، من عايز اتبسط من لاعبي النادي الاهلي لما بيكسبونا. واعتقد النهارده مبسوطين نتيجه 16-2 في الشوط الاول، بس نحافظ على هذا المستوى ان شاء الله لغايه البطوله. يلا يا طيفه، عبد اللطيف عثمان، عبد اللطيف عثمان على الارسال. طوله 2 متر و1، مواليد 13 اغسطس 83، وارسال. ادي استقبال، يلا خش بقى سهله بقى المره دي. هقعد صد فين؟ هقعد صد فين؟ برافو، هقعد صد، مقفل الشبكه. و17-2 17-2 اهي. ده سيشل اللي هو وفي لبويا بيستقبل لبويا، وادي رفعه من بوتلوف وتتشط وترجع وقع. يلا سهله، هوبا بقى هنا بقى الكونتر اتاك، هوب مين يخلص، تيجي في حائط الصد وتطلع على طول الكره بلمسه بجول. برافو يا دولا. وادي هنا على طول اللعبه مع اللاعب اهي عبد الرحمن حسين. عثمان، عبد اللطيف عثمان، يلا يا عبد اللطيف. واستقبال ضعيف من مكارة، هارد لك يا مكارة. و19-2 تاني، عبد اللطيف عثمان، عبد اللطيف، عبد اللطيف، هوب ارسال. ادي استقبال ضعيف، وادي الرفعه من اللي هوبا ثلاثه حائط صد مقفلين الشبكه، لكن حظهم ان الكوره تطلع خارج الملعب. لو الايد دي كانت داخل الملعب، لكن شوف ثلاثه لعيب مقفلين شبكه، هوب تطلع بره. عادل جت في ايده كان ياخد باله، لكن مش اشكال. 3-19 احنا بنقول مش اشكال دلوقتي عشان يعني الفريق الريد سكين ضعيف، لكن في المباراه بقى المستوى عالي لازم نركز على كل نقطه. 20-3 يلا بقى هنا هنشوف بقى دولة عادل. إيه يا عادل، كنا عايزين كده نطلع في كام ارسال، لكن مش اشكال. 24 محمد عادل نجم. يلا يا عادل قدامنا محمد عادل، طوله 2 متر 11 على فكره، يعتبر اطول لاعب موجود في
لاعبي النادي الأهلي. أي 21-4، كرة حلوة أو اتشطت من فوق، حقت الصد من يلا حمدي الصافي، يوسف حمدي الصافي طبعا. هوبا يا سلام، بعلق زمان في التسعينات بقى والفينات، كنت بستمتع بحمدي الصافي وارسالاته وضربه الساحق، وطبعا يعني ربنا يديله الصحة، وطبعا قدر يخلي ابنه موجود، ابنه طبعا يوسف مواليد 2000 اهو، يوسف حمدي الصافي طبعا. ادي 22-5، كان زمان طبعا حمدي الصافي وميدو ونجوم النادي الاهلي، وطبعا تاريخ كبير بقى اذا كان صانع الالعاب محمود فرج ولا نجوم النادي الاهلي على مدار التاريخ والبطولات. على فكره النادي الاهلي كسبان البطوله دي 12 مره، هقول لحضراتكم امتى بالظبط، لكن طبعا بعد او ما بين الشوطين ان شاء الله. ادي الاستقبال ضعيف، يعني لو نلاحظ ان الاساسيات بالنسبه للفرقه كاستقبال مش هو. ادي هو عبد الرحمن حسين فرج، وادي النتيجه 13-5 13-5 13 الاهلي. ريدسكين طبعا من لسوتو موجود 5 نقاط، طبعا الفرقه كلها مبسوطه. نظام كل طبعا هي بقى الاحصائيات بقى موجوده، اللي دلوقتي ليها دور كبير جدا، كل واحد وقاعد مش ماسك اللاب بس وقاعد كده بيتفرج على جيمز او بيلعب جيمز، لا ده مركز اصلا مع كل اداء لاعب، مع اللاعب من الناحيه دي الكره بتتشاط منه وازاي، بيقدر يستقبل ولا لا، الضارب بتاعهم بيبقى منين، من اقوى نجيب له هنا الحائط الصد، كل دي احصائيات موجوده دلوقتي. التقدم التكنولوجي ويعني بقى ليه دور كبير جدا دلوقتي، وعلى طول يروح بيكلمين محمد مصلحي يقول له خد بالك انت وانت لاعب بيلعب هنا، يبقى تقدر اللاعب اللي هيشوط من مثلا مركز 4 الرقم 5 دوت بيشوط يا اما بيلعب على الخط بيلعب كذا، يعني عارف يبقى ليها حسابات معينه، وكل دي بتتقال مين؟ لمحمد مصلحي او عموما المدير الفني. 24-5 يا دوب، يعني احنا لسه بنتكلم وبنقول اهو، ادي النتيجه 24-5. نقطة الشوط، يلا عبد الرحمن، يلا مين يخلص النقطة، ونقطة لصالح ريدسكين لا دي خارج الملعب، يبقى كده 25-5، النتيجة مش باينة اهي قدامنا، جت على الخط مفيش حاجة جت، لكن عموما مبروك النادي الأهلي كده 25-5 في الشوط الأول، مباراة أو شوط سريع. طيب أقول لحضراتكم بقى، إحنا قلنا اتكلمنا عن نادي الجيش وقلنا كسب في الأربع مباريات، النادي الأهلي الثلاث مباريات وأدي إن شاء الله الرابعة هيفوز. نادي سموحة كسب ايضا 3 مباريات، لعب مع فال الكاميروني كسب 3-2، ومونجاز من كونغو 3-0، ومن زيمبابوي 3-0، لعب اللي هو فريق جامك من زيمبابوي. اما بقى نادي الطيران فاز في 4 مباريات، فاينانس من بنين 3-0، سوين بلوم بطل سيشل 3-1، بافيا الكاميروني 3-0، دي جي اس بي من الكونغو 3-1 كده. وبالمناسبه ريدسكين اللي قدامنا اتغلب في 3 مباريات من السجون الكيني ونيمو ستار الاوغندي واسبو الكونغ من الكونغو. فطبعا دي بالنسبه للاربع فرق المصريه اللي ان شاء الله كده يعتبر هم دخلوا على دور الثمانية، وفي طبعا 2 من ليبيا، فريق السويحلي وفريق اهلي بنغازي، دي من الفرق اللي هم لغايه دلوقتي يعتبر ان شاء الله هيخشوا، بس طبعا مين اول مين تاني. فعاده الفرق المصريه بتحاول تاخد هي اوائل المجموعه عشان ما يلعبوش تاني مجموعات اخرى،
لان كده كده الاول هيلاعب الثاني. فطبعا ادي يا سلام لاعب او نقول متفرج من ذوي الاعاقه، وطبعا طبعا حضراتكم عارفين ده حاجه جميله جدا. النادي الاهلي عام هذا العام عام ذوي الاعاقه، اللي طبعا اقره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 عام ذوي الاعاقه، ومجلس النواب ايضا عملت نقول قانون لذوي الاعاقه واعتمدوا ايضا سياده الرئيس. فطبعا شكر خاص وتقدير لكل من يهتم بذوي الاعاقه، لان طبعا ما فيش حد نقول معاق ولا مش معاق، كله عنده 24 ايراد، لكن بتختلف بقى. انا عندي النظر ما بشوفش، انا رجل. لكن تحيه خاصه في عام ذوي الاعاقه من قناه النادي الاهلي لكافه ذوي الاعاقه والقدرات الخاصه، وخصوصا الرياضيين اللي بيجيبوا ميداليات واللي كرمهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام يوم 1/1/2018، كرمهم لما رجعوا من كل الابطال اللي فازوا العام الماضي، كرمهم اول يوم في هذا العام مع ابطالنا من الاولمبيين والبارالمبيين. نعود للمباراه والشوط الثاني ونجوم النادي الاهلي اللي قدامنا هم دلوقتي، وادي الليبر محمد رمضان خارج وقاعد مستني بقى اشوف هيخش بدل مين. طبعا حضراتكم عارفين الليبر ما بيخشش في المنطقه الاماميه، على طول في المنطقه الخلفيه، الا لو الكره الثالثه ويقدر يلعبها بنقول كره من اسفل مش ضرب طبعا. وطبعا افرحوا طبعا يا متشجعات او مشجعات النادي الاهلي، طبعا فرحانين. الاهلي عاده بيفرح مشجعينه اذا كان بقى طايره او كره قدم او كده، فيعني احنا بنقول كده اللي عايز يفرح يشجع الاهلي. طبعا الاهلي نادي البطولات، نادي القيم، نادي المبادئ، نادي الاخلاق، فكل ده موجوده. يعني نقول الاحترام بينتقل من جيل لجيل، من مجلس اداره لمجلس اداره، الى ان وصلنا طبعا لمجلس اداره كابتن محمود الخطيب وهذا المجلس المحترم. وادي نبدا بقى، دي اول ارسال تاني، يلا هنشوف هتخش بقى سهله. هوبا دي رفعه، مين يخلص بقى هنا، مين يخلص هنا؟ دوله، برافو. ادي كده اول نقطه وواحد لا شيء، واحد لا شيء. دوله من مركز اثنين يخلص، او محمد عادل يخلص النقطه. حسام المره اللي فاتت جاب 12 نقطه، برافو يا حسام، برافو يا حسام. ايه ده؟ لا جابها، لكن ماشي مش اشكال. نغطيه بقى، مين يخلص بقى المره دي، دوله ولا مين؟ طيفه، عندنا دوله وعندنا طيفه والدنيا كلها. يعني على فكره الاسامي اللي بقولها دي التيشيرت نيم، يعني عبد اللطيف عثمان مسمي او حاطط اسمه ورا طيفه، محمد عادل مسمي نفسه دوله. يعني وبعدين اسامي حلوه برضو، يعني الواحد يدلع اللاعبين ما دام الواحد مبسوط وفي انجاز جميل احنا بنشوفه هنا. ويلا رفعه، مين يخلص المره دي؟ المركز أربعة يخلصها، لكن لسه ما خلصتش من أحمد سعيد، ولكن في الآخر أحمد سعيد. والنقطة دي حمدي يوسف، حمدي الصافي، يلا يلا هنشوفوا الكورة. الحائط الصد من عبد اللطيف عثمان ومن محمد عادل. إرسال شكله بره، شكله بره الإرسال، لكن يا ترى كانت هتيجي في الليبرو محمد رمضان، لكن برافو احمد سعيد. يلا يا ابو حميد بقى 3-1 احمد. يلا يا ابو حميد، هوب ارسال مع الوزب قوي، برافو، نقطه حلوه خلصت على طول. ارسال مع الوزب قوي بنقطه على طول، 4-1 4-1. يلا مره تانية احمد سعيد، يا سلام يا ابو حميد، يا سلام. شوف لعب ارسال المره دي ورا، فعندي سته متاخر، فرجعوا اللعيبه ورا، هوب راح لعبها سته متقدم، يعني قدام لاعب رقم سته. ف يعني عارف الواحد برضو اللاعب بيبقى بيحاول يشوف الفرقه اللي قدامه وتحركاتهم ازاي، بيحاول يضحك عليهم في الملعب. يلا تاني احمد سعيد هيعمل ايه؟ هوب ارسال قوي المره دي، فين؟ هوب، لكن استقبال حلو المره دي. يلا سهله من توتو ترجع
يخلص. مين يخلص بقى؟ مين يخلص؟ عادل محمد عادل من المنطقة الخلفية على طول. كرة قصدي هيشوف شوف خلفية من صانع الألعاب لمحمد عادل يخلصها. وبرافو يا حسام يا يوسف وبرافو يا محمد يا عادل. 6-1 6-1. أحمد سعيد إرسال قوي يا سلام حلو. عيب الفرقة دي أصلا الاستقبال. هتخش كرة سهلة وطبعا متوسط الأطوال قليل أهي. هذه النقطة السابعة. النقطة السابعة. سبعة واحد. حلو إرسال رفعاء يعني ما كانش فيه لكن خارج الملعب. هم عايزين يعملوا أي حاجة يعملوا أي نقطة لكن الكرة طلعت خارج الملعب. يعني نقول فريق بيحاول يثبت نفسه. بس يثبت نفسه مع مين؟ مع النادي الأهلي حامل لقب هذه البطولة 12 مرة آخرها العام الماضي. البطولة دي بدأت سنة 80 الأهلي كسبها. سنة 83 الأهلي كسبها. 95 و96 97 و2003 2004 2006 2010 2011 2015 ثم 2017 وإن شاء الله 2018. يعني الأهلي كده واخد البطولة دي 12 مرة أخيرها في تونس العام الماضي. نادي الجيش كسب هذه البطولة مرة واحدة 2016. طبعا بيغيب عن هذه البطولة أندية نادي صفاقس التونسي أو الأندية التونسية عموما. ونادي صفاقس كسبان البطولة دي 6 مرات ونادي الزمالك طبعا ما اشتركش في هذه البطولة لأن اللائحة بتقول الأربعة الأوائل ممكن والزمالك كان المركز الخامس فما قدرش العام الماضي طبعا ما قدرش يشارك في هذه البطولة اللي بيستضيفها النادي الأهلي. وبصراحة يعني ناجح لغاية دلوقتي في هذا التنظيم. وبالمناسبة كمان ان انطباع الدول الخارجية لمصر عموما لما بيلاقوا بطولات تقام فيها والبطولات دي بتنجح. يعني لو في لاعب موجود على فكرة من كينيا بالمناسبة عضو مجلس الشعب هناك طبعا كان في لقاء القناة عاملة القناة الاهلي عاملة معاه لقاء اتفرجنا عليه كانت من حوالي ساعة كده او ساعة ونص اثناء مباراة الجيش. فمبسوط جدا من التنظيم ومبسوط. فده تخيل يقول انا هروح اكلم الوزير الشباب والرياضة الكيني ان مصر بلد امن وامان وعندها تنظيم. طبعا معروف الكلام ده لكن انطباع قناة الاهلي ناس كتير بتفرج عليها انطباع الله ده في بطولة وبطولة 4 بطولات ورا بعض في النادي الاهلي. ده دليل ايه؟ يعني الدولة دي فيها استقرار فيها امن. يبقى نروح نبقى نعمل استثمارات. يعني الرياضة برضو واجهة للاستثمار ونقل صورة للبلد ذات نفسها. اهو 10-2 عادل بيعتذر طبعا. يلا ادي ارسال هيدي بقى هنا مين؟ ادي استقبال ضعيف يا عادل يا عادل ولا لا ده مش عادل ده بقى هارد لك المرة دي. احمد سعيد ما كانش متوقع احمد سعيد ان الارسال سهل لكن حافظ في الفرق القوية لا نقطة تضيع لا وقت لا ضياع. يعني نركز على كل حاجة. ده يعتبر تريننج ماتش. الماتش ده النهاردة كده تدريب لكن الجد بقى جاي. وسلام بقى انت لسه هتلعب على الاقل مع فريق من فرق المصرية فرق مصر. يا سلام بقى هنا حلو قوي دي. ادي طلع خارج طبعا بيضحك وبتسم يعني بيقول له ايه ما تقدر الاستقبال ده راح منك ازاي مش قادر تستقبله. فطبعا عارف اللعيب كبير بس لما يكون ايه بيغلط فبياخدها بقى ايه يعني هو ما قصدش طبعا. يعني يقول له انت بتعمل الصعب والسهل ما قدرتش تعمله. فطبعا الروح بين المدرب لقطه طريفه بين المدرب وبين اللاعب او الجهاز عموما. عبد لطيف عثمان على الارسال يلا لطيفه
وادي استقبال و12 3 ورفعه خلفيه من مركز 2 تتشاط، لكن حائط صد حلوه، لكن الحاج قال له دبل، الحكم الثاني قال له دبل وهارد لك طبعا. معلش عبد الرحمن حسين اهو، معلش ولا يهمك. 14 2 بس نرجو الاخطاء البسيطه دي في المباراه القويه ملهاش وجود، المفروض لا اهو. والارسالات لازم نحافظ عليها، هم يغلطوا ماشي، لكن احنا لازم نركز على كل ارسال. ادي نزل محمد عبد المنعم بقى النجم رقم 13 اهو، طبعا كابتن مصلحي عمال طبعا مباراه فبيريح وبيجيب بيريح النجوم. وهنشوف بقى محمد عبد المنعم نزل والنتيجه 13 4 دلوقتي. اهو محمد قدامنا و 4 14 4 14 ادي استقبال وادي رفعه بتتشاط الكوره وبنقطه حلوه حلوه حلوه. على ايه الستايل بتاع الجزع الايد وهو بتلعب الكره ستايل وضمتها كده على الارض، فبتبقى على طول الكره خلاص محفوظه، اهي ستايل كره ستايل وعارفه راحت فين. لكن لو ما ضمش ايده تحت الارض الكره كان زمانها على طول فوق في المدرجات. يلا تشجيع، حسام يوسف بيشجع. وادي دلوقتي قدامنا على الشاشه عبد الرحمن حسين، ونشوف بقى الارسال و15 5 محمد. يلا ادي استقبال ضعيف وحائط صد وادي النقطه 16 16 5 16 5 16 5 بمناسبة يعني الواحد بيدي بعض المعلومات كده. طبعا ان شاء الله في شهر 7 في كأس عالم للكرة الطائرة لذوي الإعاقة رجال وسيدات في هولندا. طبعا نتمنى التوفيق للمنتخبات المصرية اذا كان رجال او سيدات. طبعا منتخب مصر لذوي الإعاقة بالنسبة للكرة الطائرة دول ابطال من ذهب، جايبين برونزية ريو دي جانيرو. فتخيلوا حضراتكم الانجاز ده، جه مرتين 2004 كان برونزيه دوره اثينا وكان بقياده الكابتن منصور المحمدي، و2016 برونزيه ريو دي جانيرو بقياده دكتور مسعد العيوطي. يعني فريق الطايره وان شاء الله بيحافظ ورايح ان شاء الله هولندا في خلال فتره من 12 ل 22 على اساس يسافر و يحضر كاس العالم. كاس العالم اللي هتكون ان شاء الله من 12 ل 22. فطبعا ده رجال وسيدات. وادي يوسف حمدي الصافي على الارسال وادي نقطه. يعني اعذرونا احنا بندخل شويه كده رياضات ذوي الاعاقه، ليه احنا في عام ذوي الاعاقه، فيعني بنحاول نقول بعض المعلومات اللي تسعد المشاهدين ومشاهدي قناه الاهلي. يلا يا يوسف، وادي استقبال حلو ورفعه. يلا ثلاثه حائط صد فين، ثلاثه حائط الصد فين، قفلوها. لا نقطه لصالح ريد سكين كده. على فكره الشوط الاول انتهى 25 5 دلوقتي 17 6. يعني هو النادي الاهلي دخل بكل قوته في الدور الاول في الشوط الاول وبيريح دلوقتي، لكن لازم نركز بقى احنا كلاعبين لما بنلاقي نفسنا احنا عاليين فتلاقي خلاص ريحنا شويه، لا عايزين نخلص على طول عشان نستريح عشان نخلص الماتش بدري ويبقى عندنا فتره راحه كبيره للمباراه اللي بعديها. 17 7 او 7 17 7 17 ريد سكين والنادي الاهلي. حلو قوي دي كده اهو لمحمد عبد المنعم، برافو حماده. و 18 7 هوب خلص مين، وادي الشوطه الحلوه.
عبد الرحمن حسين ارسال قوي وترجع تخش سهله خارج، لا ما تخش خارج الملعب، لسه داخل الملعب هوبا حلوه جاي من المنطقه الخلفيه وطاير واضحك بقى براحتك للصبح. يوسف حمد الصافي نجم وبينجربه هنا في هذه البطوله وفي هذا الشوط، فيعني بيثبت. برافو كابتن ميدو او كابتن محمد مسلحي، بيحاول يجهز اللاعبين الناشئين في المباريات دي وعلى اساس ياخد خبره المباريات. ولغايه دلوقتي يوسف حمدي الصافي لم يعني اثر في هذه المباراه. طبعا كابتن حمدي اكيد عمال يتفرج وقاعد دور الاب بقى، يقول يعني فرحان، يعني يقول لك ايه انا خبراتي وان انا بدات امرن اكيد يوسف وهو صغير على اساس يبقى طاير يلعب لاعب طاير، فدي عاده يعني وما شابه اباه ما ظلم يعني. يلا ادي قطيفه وادي نجوم النادي الاهلي والجهاز الفني واللي موجود، ونتيجه 19-7، مباراه كده فيها راحه 19-7. استقبال من الاعلى وادي رفعه وخلفيه وتتشاط، برافو تمركز حلو قوي من لاعب ياسم، حلوه 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 دي، برافو. النقطه دي عملها لغايه دلوقتي عبد الرحمن حسين، برافو عبد الرحمن، يعني نقول استقبال ودفاع حلو قوي ورياكشن او رد فعل جامد من اللاعب عبد الرحمن حسين، برافو عبد الرحمن. 20-7 20-7 طبعا هم متضايقين. يلا عبد الرحمن يعني انت بصراحه بطل النقطه اللي فاتت دي، يعني مرتين يغطي ويلعب الكره صح وبرافو، وراح على الارسال دلوقتي وشاط الارسال ولسه الكره واستقبال، فين بقى هنا حائط الصد، برافو برافو والله برافو، حلو قوي عينه على الكوره، لكن خساره الكره دي بقى. عارف بقى اكتر واحد متضايق في الكره دي عبد الرحمن حسين، لان عمل اللي عليه والكره في الاخر تروح من حسام يوسف. يلا ولا يهم 20-8 شوف حسام ليه ما عملش جامب عالي او تيكوف، لكن استنى الكره لما تنزل ولعبها، فكانت في حائط الصد. طبعا اشرب ميه انت اكيد تعبت. وادي 20-8 طبعا تعب من التشجيع، وادي رفع كوره هوب شوط ثلاثه حائط صد، برافو لطيفه تيجي في حائط الصد وتطلع خارج الملعب. عبد اللطيف عثمان يلا حلوه شده حلو كده من صانع الالعاب حسام يوسف، برافو حسام وتخلصها على طول. يلا ارسال مع حسام يوسف مره ثانيه، ارسال قوي، برافو حسام برافو حسام، خلص بقى الماتش حسام بقى بارسالاتك دي. المره اللي فاتت جبت 12 نقطه، المره دي فاضل لك 3، ما تقدرش تجيب 3 نقاط. يلا حسام يلا الاول، طبعا الارسال الاول عدى، هنشوف الارسال الثاني، ركز 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 ركز، برافو حلو كده تركيز، سمع الكلام دلوقتي حسام يوسف، ادي الارسال الثاني 23 اكبره بقى كده يطلب وقت مستقطع. طب يا ترى بعد الوقت المستقطع حسام هيلعب الارسال بنفس الستايل وبنفس القوه ولا هيحاول يغير ويلعب المضمون؟ هو بدأ اللي هنشوفه بعد الوقت المستقطع اللي عمله المدير الفني النادي ريد سكين اللي هو قدامنا اهو، اللي هو مستر اتسيبو. شوفوا حضراتكم، ولو اهو هنشوف بقى هنا رايح اهو حسام، بس اعتقد حسام هيلعب ارسال قوي على اساس ان هو اصلا متعود على الارسالات القويه، دليل لما جاب 12 نقطة، يعني ده بالصدفة هو رقم 12 وجاب 12 نقطة في الشوط الأول من أول الشوط الأول لغاية 12، يعني دي حلوة، يعني هو رقم 12 وجاب 12 نقطة. ده ماشي كنا نخليه 20، رقم 20 كان هيجيب 20 نقطة تبقى حلوة أوي، لكن مش إشكال. 23-8 المهم الأهلي يكسب. 23-8 23-8
ده مش تاريخ 23 من 8 ده 23 نادي الاهلي 8 ريدز كين. حلوه يا حسام برافو، لعب ارساله قوي. يلا بقى حائط الصد، حائط الصد برافو. يلا غطي بقى مين 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 سهله. ايه في ايه طبعا ابتسامه وادي النقطه. نشوف الحكم قال ايه هنا. تاتش 24 نقطه الشوط. يلا يلا حسام بقى خلص. يلا حسام يلا حسام يلا حسام برافو حسام. يلا هنا فين حائط الصد؟ مفيش لكن ماشي برافو رمضان. خش سهله طبعا دخلت سهله. يلا كره تانية. لا تعالى بقى هنا مين يخلص بقى الشوط ده؟ طيفة. يا خساره يا طيفة، قلنا تخلص الكوره دي من عبد اللطيف فرحانين طبعا مش اشكال يعني نقطه حلوه. 24 9 الارسال مع ماريومو. ماريومو على الارسال. يلا ادي استقبال ورفع سريع خلص بقى كده خلاص 25 9 برافو النادي الاهلي يفوز بالشوط الثاني. يبقى الشوط الاول 25 5 الشوط الثاني 25 9. ابتسامه كله فرحان كله مبسوط جماهير بتشجع تشجيع مثالي كعادة جماهير النادي الاهلي. و كله فرحان داخل الملعب وخارج الملعب وحتى السادة المشاهدين. عفوا اتنين لا شيء. ادي هنا طبعا السكاوتنج واللي قلت على حضراتكم عليه تقسيم اللاعبين كل لاعب كل كده جهاز ماسك لاعب بيعمل ايه وهنا اخطائك ايه. تعالى هنا اللي طبعا المحللين في النادي الاهلي مع كابتن محمد زكريا. ف حاجه جميله جدا وادي الجماهير طبعا موجوده وبتشجع. هو ده الجماهير اللي عايزينه وان شاء الله يبقى في البطولات إذا كان بقى بطولات عربية ولا أفريقية. وطبعا أهم من كده إن شاء الله ترجع عليه الملاعب المصرية في الدوري العام إن شاء الله. ولأن متعة المتفرجين إن هم يتفرجوا على في الملعب إلى اختلاف تاني. بس طبعا لازم يحافظوا على الملعب يحافظوا على الممتلكات دي ممتلكات بقى دولة أو ممتلكات ما هو الاستاد القاهره او اي استاد من الاستادات دي يعني دي ممتلكات بلد. فانا ما اروح اخرب ولا اكسر ولا 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 لكن ان شاء الله الحاجات دي مش هنلاقيها كتير. وادي كل هنا شجع بيشجع كل هنا فرحان طبعا مشجعين عائلات موجوده اطفال موجوده ناس على طول شغاله وفي ناس بقى بتتفرج على اما على المباراه ومركزين. وادي الجماهير على طول مركزه في التشجيع يعني. بس انا يعني المفروض بتشجع بس ما تقفش ما تقفش على الكرسي يعني. ادي طبعا الاطفال فرحانه طالعين في الكادر فحاجه حاجه جميله. ربنا يفرح كده كل الناس ويفرح مصر ويفرح الشعب المصري. فهي دي زي ما قلت حضراتكم النادي الاهلي بيفرح جماهيره. فده شيء جميل عايز يفرح من الاخر كده اللي عنده مثلا ابن صغير يخليه يشجع النادي الاهلي عشان يفرح على طول. نزل الابطال بقى دولا قدامنا ويوسف حمدي الصافي ومحمد عبد المنعم وعبد اللطيف عثمان وحسام يوسف نجوم النادي الاهلي. وطبعا وادي قدامنا عبد الرحمن حسين كمان كده موجودين. يلا عايزين يخلصوا على طول الماتش والتركيز
طبعا اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ده يعتبر دخل نقول ايه يعني التاريخ يعني النادي الاهلي نادي القرن نادي البطولات اذا كان في معظم العاب بقى اذا كانت قدم ولا طايره والنتائج او الارقام يعني موجوده. يلا هنا التركيز هيبدا الشوط الثالث. طبعا الشوط الاول انتهى 25-5 الشوط الثاني انتهى 25-9 يا ترى الثالث بقى هيحصل ايه هنشوف. ادي اول نقطه ارسال في الشبكه من نادي لسوتو نادي ريد سكين بطل لسوتو. مين على الارسال بقى المره دي؟ يلا يا حسام. طبعا هو الليبرو صانع الالعاب وراح ودخل وادي اول ارسال قوي حائط صد برافو يا معلش بقى اردك يا حسام. تعادل 1-1 تعادل 1-1 ارسال مع مريومو. يلا يا مريومو وادي استلام الاعلى ورفعه محمد عبد المنعم وتيجي في حائط الصد وتطلع بره ونقطه. محمد عبد المنعم يجيب النقطه ويروح على الارسال يجيب نقطه كده من مركز اثنين اهي في البلوك او في حائط الصد تطلع خارج الملعب ويخش على طول على الارسال. محمد عبد المنعم يلا يا احمد هوب لعب ارسال مضمون. يا سلام قول له مش عندي انك هارد لك يا يوسف حط ايده كده على راسه قال انا كنت متوقعها ان هو هيلعب كره ثانيه لكن جت نقطه تقدم ل هو المفروض 2-2 مش 3-1 ايوه كده صح 2-2 ورفعه هتخش كوره فين دوله برافو يا عادل لسه لمس شبكه اللاعب جاي مندفع من المنطقه الخلفيه وادي الثلاثه الاهلي 2 ريدسكين ال اهي جاي لمس الشبكه 3-2 مع عبد اللطيف عثمان برافو ارسال استقبال ضعيف هتخش سهل هنا يلا هجوم مضاد حسام خلف اماميه ونقطه ايه ده لا حلوه دي لكن لسه ترجع يلا يلا الموجه دي بقى الموجه دي الموجه دي الموجه يا سلام يا سلام يا حسام قال لك انا هلعب الكره اماميه راح لعبها خلفيه وخلصت على طول 4-2 ولسه الارسال مع محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ليك حق ما يكون ما يكون فرحان حسام اهو صن الالعاب عليه عبء كبير جدا كل كره بتجيله اشوف حضرتك قد حسام يرفع هنا الناحيه الثانيه للصافي ونقطه الخمسه 5-3 دولة يا دولة هارد لك يا دولة تاني ارسال على فكرة دي يعني من محمد عادل لان عامل مباراة قوية وعامل بلوك هايل لكن في الارسالات نحافظ يعني لو كل لاعب من اللاعبين بس ضيع ارسال ادي 6 نقاط على طول تخيلوا بقى حضراتكم وهو الجيم فيه قد ايه فلازم نحافظ على كل نقطة وكل ارسال اذا كان اللي بيضرب او اللي بيلعب ارسال تعادل 5-5 ارسال مع ملاوة ملاوة وادي حسام وشوط تيجي في حائط صد لكن خارج الملعب خارج الملعب قدامنا عبد الرحمن حسين على الشبكة ارسال ادي استقبال حلو وخوره خلفيه وتتشط وهارد لك ما كانش في حائط صد من النادي الاهلي فتشطت الكوره بنقطه على طول لازم نركز
6-6. احنا ضامنين، لكن اعملوا ان المباراه دي بروفا. بروفا لايه؟ للماتشات القويه اللي جايه. استقبال، مفيش كره في الشبكه على طول، ما تعديش. 7 الاهلي، 6 ريد سكين. ودي اول يعني نقول الشوط الثالث ده اول مره ريد سكين يطلع مع النادي الاهلي كده يجيب 6-7. عبد الرحمن على ارسال، استقبال ضعيف، خش سهله، يلا بقى هجوم مضاد، يلا يا حسام. مين 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 مين؟ عبد المنعم، محمد عبد المنعم. هارد لك يا حماده، هارد لك يا حماده. تعادل 7-7. يلا ارسال بقى، ملاوه تاني. ايوه كده، ايوه كده يا حسام، يلا العب كره تاني وخلص الكوره. 8 الاهلي، 7 ريد سكين. كان بيخلص الكوره التانيه دي كابتن محمود فرج، كابتن ماجد مصطفى، يعني كل نجوم النادي الاهلي صناع الالعاب على طول كانوا بيخلصوا الكره التانيه على طول كده بالنقاط دي. طبعا نجوم نادي الاهلي قاعدين وفي نقول استرخاء في الشوط الثالث. قالك انا ضمنت بقى ان انا هكسب، وهنا مستر بقى والكابتن تسيبه عمال يقول لهم ارفع ازاي والعب الكره ازاي، ويعني بس الكلام ده بقى اقوله مش مع النادي الاهلي ولا في هذه المباراه. سبعة. نجوم نادي الاهلي نزلوا الملعب، والارسال هيبقى مع حسام. حسام يوسف، ادي استقبال، رفع وتتشاط وحقق صد حلو، برافو، حقق صد، لكن عندهم سرعه عشان يجيبوا الكره اللي فاتت دي. يلا العب هنا، مين خلصها دولة، برافو يا عادل، محمد عادل. وتسعة سبعة. تسعة سبعة. حسام مرة تانية على الإرسال، وأدي استقبال، يلا مرة ثالثة، وبرافو، برافو، حائط صد، برافو عبد المنعم. وادي 11-7. يلا كده ابطال الاهلي، نركز ونحافظ على النتيجة. 11-7. وادي 12-7، برافو، حق صد حلو قوي، برافو يا عادل. بتروح يمين ناحيه محمد عبد اللطيف، بتروح شمال ناحيه ايه ده، في ايه، حائط صد، بتروح ناحيه شمال ناحيه محمد عبد المنعم. فبصراحه رايح جاي محمد عادل وبيغطي فعلا الحائط صد كويس، ومساعده فيها يكون تجاوب اذا كان على يمينه عبد اللطيف عثمان او على شماله محمد عبد المنعم. وقت مستقطع بيطلبه فريق ريد سكين. وادي الجماهير الاهلي فرحان من اول الماتش، وهي طبعا فرحانه، هو اول مباراه. يلا البوزيشن ده حلو، ليه؟ لان محمد عادل موجود، محمد عادل
ثلاثات من اطول اللاعبين، فهو موجود في المنطقه الاماميه وفي السنتر دلوقتي. يلا هو فنحافظ على هذا الايه البوزيشن. لسه الكره في الملعب، هوب خلفيه كالعاده، ما استمناش قويه، هارد لك ترجع مره ثانيه. شوطه فين حائط الصد؟ ما فيش حائط صد، تيجي في التاتش بتطلع خارج الملعب. و8 12 8 12 يلا بيجهزوا الفرقه النادي الاهلي للاستقبال الكور. 12 8 استقبال، خلفيه شوطه تطلع خارج الملعب، هارد لك. 9 الشوط الثالث ده يعني يعتبر النادي الاهلي استريح فيه شويه، يعني الشوط الاول والثاني خلص عند النقطه الخامسه وعند النقطه التاسعه، دلوقتي النتيجه 9 و12، فطبعا اكيد يعني مش هيخلص على 9 نقاط يعني. يلا كده 13 9 لسه بنشكر فيك، طلعت الكوره في الشبكه. 12 13 9 لعبوا ريد سكين، مش متخيلين ان هم طالعين مع الاهلي 13 9 او 9 13، وادي الرفعه هوب في حائط الصد، وادي نقطه. يبقى على فكره اللعبه دي اتعملت مرتين قبل كده، بيلعبوا دلوقتي المنطقه الخلفيه، بيجي طاير اللاعب من ورا ويروح لاعب على التاتش، وطبعا ما بيكونش فيه تغطيه فلازم نركز. ادي استقبال ورفعه وتشط وحائط صد حلو، مفيش حائط صد، لعبها على الخط و14 10 للنادي الاهلي على ريد سكين اهي. برافو الصافي على الخط المره دي. يلا عبد اللطيف عثمان على الارسال، ادي استقبال ضعيف، رفع ايه ده؟ مين دي؟ مش اشكال، تخش سهله بقى. مين بقى يخلص الكوره؟ مين يخلص الكرة؟ مين يخلص الكرة؟ الصافي خلص الكرة بمركز 4، برافو يوسف حمدي الصافي، مواليد 2000، عامل شغل كبير قوي يوسف حمدي الصافي، مواليد 27 أغسطس 2000، طوله 197 سنتي. عبد اللطيف مرة تانية، يلا استقبال ضعيف، خش الكرة سهلة، فين حائط الصد؟ الحق الحق، لكن ما لحقش الكرة، ما لحقش الكورة. ادي 11 15، طبعا فرحانين طالعين بقى 11 دلوقتي نقطة. استقبال وتتشاط الكورة وادي النقطة ال 16 والوقت المستقطع الفني الثاني. طبعا لازال اهم حاجه نشكر اللجنه المنظمه في الاداء اللي عمله، او يعني اذا كان بقى لجان استقبال، لجان مراسم، لجان اقامه، كل اللجان، لجان احصاء اعاشه، كل الناس دي مواصلات عاملين نقول حاله فريده في هذه البطوله، ان كل حاجه بانسيابيه، كل حاجه ماشيه بوقتها، لجان الملاعب والصلاة والإحصائيات يعني مش سايبين أي حاجة، لجنة المسابقات، الحكام، كل حاجة شغالة على طول، وكل حافظ بيعمل إيه؟ رايح كده على طول، يعني حاجة ماشية أوتوماتيك زي ما بيقولوا. 16 11 وقت المستقطع الثاني بينتهي، وادي طبعا بيعمل احماءات محمد معوض محمد عادل على الارسال دوله، ادي استقبال وادي رفعه وفي الشبكه. زي ما قلت لحضراتكم الاستقبال عندهم ضعيف. على العموم 16 11 ودي نقطه، يبقى 17 11 شبكة استقبال خلفية وتتشاط الكرة وترجع اهي
ادي النقطة ال 18. نركز بقى يا جماعة ويخلص الإرسال ده إن شاء الله كده بالنقاط، يبقى البوزيشن دوت هو اللي يخلص إن شاء الله المباراة. دولا يلا يا دولا، أدي استقبال ضعيف، مين يخلص هنا بقى؟ صح هو كده، برافو يا صافي، برافو يا صافي، برافو يا صافي. لازم اللاعب اللي على المنطقة اللي والده كان بيعمل على فكرة الكور دي، أي كورة كانت تيجي تانية كده يستنى بس الاستقبال يغلط وتيجي كرة راح مخلصها على طول حمدي الصافي. وطبعا ابنه دلوقتي ابن الوز عوام بيعمل الكلام ده. 20-11 فرحان الكابتن ليكومولا رقم 15 مبتسم. دولا بيلعب ارسال قوي، برافو يلا خلفية مين هنا هتصد بره، شكلها بره، اي بايره بره الكوره، الكوره بره. 20-11 او 21-11 ادي النتيجه، ادي الكره بتتعاد على طول. ونشوف هنا، شوف حضراتكم ادي الكره الخلفيه وبتتشاط، الكور دي طبعا معاده فين؟ خارج الملعب. واحد وعشرين اهلي، 11 ريد سكين. محمد عادل على الارسال. طبعا فرحه من جماهير النادي الاهلي وبتشجع. ادي الارسال، الارسال دلوقتي مع محمد عادل، محمد عادل على الارسال، نتيجه 21 النادي الاهلي، 11 ريد سكين من لسوتو. ادي كره، ادي رفعها فين؟ مين بقى يخلص؟ مين يخلص؟ مين يخلص؟ محمد عبد المنعم خلص الكره. 22-11 22-11 دبل سكور. وادي قدامنا ماريومو رقم 11 بالصدفه. طبعا خلاص كده اهو فاضل ثلاث نقاط وممكن يعني مباراه الاهلي وريد سكين يعني قربت على النهايه. الشوط الثالث اتنين وعشرين اتناشر. شليل استقبال وحش، اول غلطة على طول يروح مخلصها اللاعب رقم 17 مكارة. مكارة فرحان طبعا، مكارة ما صدق عايز يرد الكرة بتاعت حمدي الصافي، يوسف حمدي الصافي. ملاوة على الإرسال، أدي استقبال ضعيف. لا ليه بقى الإرسالات ضعيفة دي؟ الاستقبال الضعيف. هنا بقى مفيش حائط صد والكرة تيجي في محمد رمضان و 14-22. طبعا اضحك براحتك. فطبعا شوف كرة ما كانش ملحقش حمدي الصافي، يوسف حمدي الصافي يطلع البلوك. فطبعا مش غلطة محمد رمضان، ان الكورة على طول مفيش تغطية فجت الكورة فيه. يلا 23 كده، وأهدي خارج الملعب. أهدي 15-23 15-23 إرسال وخارج الملعب. ماتش بوينت 24-15. يلا بقى مين هيخلص هنا؟ نقطة المباراة، نقطة المباراة. يلا مين بقى هنا من لعيبة الأهلي هيخلص الكورة دي؟ يلا يا أبطال،
وادي لسه في النقطه 16، يعني 16 24، 16 24. وادي اللاعب طبعا فرحانين، جابوا وصلوا 16 مع النادي الاهلي. يلا رقم 6 لبويا، وادي استقبال. مين يخلص بقى؟ مين يخلص الماتش؟ مين يخلص المباراة؟ مين يخلص المباراة؟ خلصت المباراة 25-16 من يوسف حمدي الصافي، 25-16 كده. يبقى أعزائي المشاهدين يعني استمتعنا سويا بمباراة النادي الأهلي ورد سكين ب 25-5، 25-9، 25-16. واللقاء أعزائي المشاهدين، وكان معكم معلقكم إيهاب حسنين، وطبعا فاصل والاستوديو التحليلي لقيادة النجم هيثم السعيد ومحللين محمد صلاح ومحيي الدين صلاح.